شلون الست أمينة؟ زين ان شاء الله بخير. اشتغلت على راحتك هسه هاي المرحله شو اسمها؟ نقسم النموذج نطلع الخمسين. تقسمين النموذج؟ استاذ ناصر سوى قبل شوي فحص حشره. فحص حشره، فحص حشره ما طلع بيها شيء؟ لا ما بيها شيء. هسه هاي المرحلة تبين ايش قد يا درجة لو بعد اكو مراحل اخرى؟ بعد مراحل اخرى، هسه بس نطلع الخمسين على مود نعرف انه هي درجة اولى لو ثانية. اها. شلون راح تعرفون يعني؟ من الارقام راح تطي؟ من الخمسين ناخذها، هسه من القسم مكمل ناخذ هي. 50 نحطها على الميزان، طلعت 50 نروح نفحصها بهاي الغرابيل اللي بهذا الميزان. اي بهذا الميزان. ايش قد هاي العملية تتأخر؟ ربع ساعة. بالله شلون يعني؟ خلينا نشوف. هذا الجهاز شو اسمه؟ ديفايدر. ديفايدر يعني اللي يقسم. مقسم. مقسم النماذج. ممتاز. هاي الموجودة على التخطيط العصبورة يعني يمثل المراحل، يعطيكم مثل الخريطة. لا، يمثل البنزات الموجود بها الحنطة، نخزن بها الحنطة. يعني هسا عندنا تجينا وارد نفحصه نشوف نوعيته، فتروح للمخازن هاي بنزات حسب النوعيات. حسب النوعيات يعني كل بنز ثانية من غير سايلو تجينا نحط. إذا كل ما أبي شعر أكثر يعني جودة أقل. لا هاي المطاحن مواصفة خاصة، إنه عندنا 1.5 شوائب وثلاثة شعر. آه هيك يعني إحنا الخبز الناكلة بنسبة قليلة من الشعير. من الشعير والشوائب. بالضبط. هاي ما بيها شيء، هاي شوائب. وهنا نحطها نطلع نسبة الشعير. هذا اللون الغامق الشعير. سابق. نعم. نسبة الشعير هذا الشعير. اها ممتاز. يحتاج لكم قوة نظر. اي لهذا الموضوع. شوي. اي الله يسلمك. وهاي احنا يعني النظر أكثر شيء عندنا. اي. والنوبة هم جابوا لنا شغلة الحاسبة. يعني هم حاسبة هم تستهلك نظر هواي. كنا دفاتر يعني نكتب بالشهادة بالدفاتر. هي هاي نفس اللي يصحوا للحبية؟ لا ذيك الحبية شنو اللي يسوون بها الهريسة؟ ذيك أكبر، حبايتها أكبر. بس هم حنطة. هم حنطة.